الجهال، كما كان موقفهم في مجلس بلدية أو في عملاء أو في أي حد، وكما كان شخصيهم أن يتمازحوا في قرون التاريخ وهما جهال. لما يتزاد عن ذلك الغش والتلاعب بالأموال للدولة، هذا أكثر وأكثر. ما زال الأموال يمكن الإنسان يفديها، لكن ما يقدرش يرد الأشياء ديال القرون اللي كانت. عندنا مؤرخين تيتلعبوا مع التاريخ، معاصرين وجميع الكليات تيقريو التاريخ. شبه التاريخ تيقريو الأولى كتاب حل كتاب ديال التاريخ ديال مولاي عبد الرحمن بن زيدان، ما عندناش. مشكلتنا في العالم ثالث أن ماضينا ماشي في يدينا، ماضينا كتبوه الآخرين، الغرب كاتبوه، ومن تنقراو عليه تنقراو بالعيود الأخرين. إذا حنا عندنا خصنا بعدا نسترد كل الماضي ديالنا، الحاضر ما نحضروش فيه. حنا مستعمرين ومستعمرين أكثر من اللي كنا من قبل، وغادي نوري لكم شنو المعنى ديالها. بأن اليوم سنة 93 المغرب هذه المدينة مكناس مستعمرة أكثر من اللي كانت عام 53. استعمار حقيقي. إذا الحاضر ديالنا ما كانش، مستقبلنا مرهون. مستقبلنا كله ليس هنالك مغربي واحد عنده دراسة أو قام بسوليته المستقبل، إلا اللي تيستعمل المستقبل بطريقة جريب بإجرام، وهو باش يتهرب من الحاضر. يقول في عام 2000 غتكون عندنا كذا وكذا من فرش في السبيطارات. شمن دراسة درتي؟ شمن ترتيب درتي لها؟ شمن تكوين؟ شمن ميزانية؟ تجي وتقول هذاك ديموغاجي؟ هذه هي الديموغاجية، الديماغوجية. المستقبل والدراسات المستقبلية شيء جدي، ماشي التلاعب فقط الحملات الانتقابية. غندير لكم وغندير لكم. إذا حتى المستقبل ديالنا الواحد اللي درسوا فرنسا، درس المستقبل ديالنا وعندها مخطط المشاهد ديالها. اسبانيا درس المستقبل ديالنا في الحوت وغيره، دارو المشاهد ديالها. أمريكا درس المستقبل ديالنا، وأهم شيء حنا اللي مستعمرنا واللي دخلنا الفم السبع، وهي البنك الدولي وصندوق النقد اللي تتحكم في هذه البلاد أكثر من أي مسؤول كما كان في هذه البلاد. إذا شنو بيدينا؟ الماضي ديالنا ماشي ديالنا، خصنا نخدمو ثلاثة المرات، خصنا نمشيو الماضي ديالنا شنو هو، خصنا نشوفو كيف نتحرروا في الحاضر ديالنا، خصنا نفكروا في المستقبل ديالنا. هذه ثلاثة الأمور في آن واحد صعيبة جدا، ولكن الثلاثة مرتبطين. كيف غادي يمكن لك تدرس المستقبل ديالك؟ كيف غادي يمكن تقول أنا لين غادي إلا عرفتي ما عرفتيش منين ماجي؟ وكيف غادي يمكن تقرر لين تمشي إلا في الوقت اللي لاحظي قدامك جوج البوليسية حاضرين لك من الغرب تيقول لك هذا ما تتحركش من هنا؟ هاتي خصك تمشي هكذا ولا مشيتي بحالك؟